اهلا وسهلا، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا لاباس وبخير، والصحه هي هذيك اهم حاجه، هي الصحه في الصراحه. والله حتى حاجه ما كتعوض الصحه، حتى حاجه حتى حاجه حتى حاجه. فدائما الحمد لله، دائما الابتسامه، دائما الايجابيه. فالخبر اللي بغيت نقول لكم هو انه بعض القنوات انسحبوا من المسابقه، بقوا هاد القنوات اللي غادي تدخلوا دابا وغادي تشوفوهم. خاصكم تشاركوا في المسابقه لو بغيتوا تربحوا القيمه الماليه ديال 5000 درهم ان شاء الله. ف اللي غتكون عن قريب، مازال ما قررتش امتى غندير السحب، لكن بغيت نشوف التفاعل ديالكم عليها. ان شاء الله غادي يكون سحب. هاد القنوات هادو اللي غتشوفوا في هاد القناه هادي اللي غنحط لكم الرابط ديالها لتحت هنا، هما اللي مازال مشاركين في السحب، وهما اللي مازال مساهمين في هاد الهديه ولا هاد الجائزه اللي هما دايرينها لكم، هما اللي غيربحوها لكم. فكنتمنى انكم تفاعلوا معاهم، كنتمنى انكم دائما كنقولها وكنعاودها بواحد الحرقه حميمتي نقولها ونعاودها بواحد الحرقة. حالة انكم زعما كنتمنى من قلبي انكم تفاعلوا معاهم، انكم تفرجوا فيهم شوية، يعني اكيد غيعجبكم شي المحتوى. كان كنتمنى انكم تفرجوا فيهم ولو دقيقة، وديك ساعة تحكموا. كاين قنوات لي زوينة فعلا اللي كيستاهلوا ان الواحد يتفرج فيهم، كاين متنوعين، كاين يعني غيعجبوكم ان شاء الله، انا متاكده باذن الله. فنخليكم مع الفيديو اللي غتشوفوا دابا. هذه الصينية ديالي كيف ما كتشوفوا، صينية الكفتة والبطاطس فقط لا غير. غندير معاهم يمكن شوية ديال البرغل ونشوف شنو غندير معاهم. المهم انتوما معايا في النار.
عيطوا لي من الكارغو للشحن ما بقاش كيجيبوا لينا حتى الباب الدار، ولاو كيدخلوا الباب ديال السيتي وكيوقفوا كيعيطوا اجيو تستلموا داكشي ديالكم. نسيت تخيلوا معايا واحد الحاجه اللي خديتها ونسيت، راه جاي 20 يوم دابا، وقع واحد الضغط في الشحن، واحد الضغط في الشحن في هذه المده هذه، راه حتى عندي انا هذا الشيء، حتى عندي انا يعني كنعتذر على الشحن لانه وقع ضغط كبير عليه هذا الشيء. علاش؟ ممكن بعض المرات كيتاخر واحد الشيء شويه، نسيتو 20 يوم تخيلوا معايا. اللي جيت نشوف او سيفر ميرمي وانا نتفكر والله العظيم، اجوا معايا نشوفوا هذا الشيء شنو فيه. المهم رانا طيبت الماكله ديالي، لا ما تحكيش عينك ساره، غندير غير واحد البرغل ومع واحد الشوربه واحد السلطه، لكن اجي نكتشفوا مع بعضياتنا ونشوفوا هذا الشيء شنو فيه ونجربوه ونفرح راسي والله العظيم محتاجه فعلا، فاجي نشوفوا هذا الشيء مع بعضياتنا. وصلت هذه، حليناها نعقموها شويه ديال الكول سيفا ميرفي. شو صيفطوا لي مع هادشي؟ صيفطوا لي شال هديه. المهم نقول بسم الله ونحلوها. يا سلام يا سلام. اول حاجه عندنا هنا هاد الصابونه تركيش باد، ترك حمام الصابونه تيليفوني بلاتي وعليا ماشي دابا صابونه ديال الحمام التركي. الله فنه، ريحتها زوينه بحال هكذا، شوف الامبالاج ديالها شحال زوين. هذا واحد البوني انا غنديرو باش نجرب معاكم هذا الشيء. هذا غسول للوجه، انا غنحلو دابا بلاتي. ديرموكيل ماسكي يعني بتركيا ماسك، بالعربيه ما بهذا ماسك. الفيتامين او غاسوني بلاتي وعليا دابا كنهضر. وهذا الزيت ديال راه مكتوب بالعربيه الحبه السوداء، كيعجبني انا الزيت ديال الحبه السوداء. داك النهار انت كاتبين حتى بالعربيه، قريت الفوائد ديال الزيت ديال الحبه السوداء وقلت ضروري خاصني واحد القريعه غندير معاكم الماسك وغنغسل وجهي. والله العظيم انا محتاجه، يعني مؤخرا ما بقيتش كنهتم بالبشره ديالي ابدا ولا بوجهي، ولا كنغسل وجهي عادي صافي. وحدي بوربي والمكياج ويت تري ويدي شو دارت الحال تاع المكياج، ابني تاع عيني باش نهوما ولا مشاركه معايا في المكياج. اللي عندها شي بنت عندها شريكه بحال الدره ماما بغيت تحلي هادشي غتجيكم غريبه ساره غريبه. هاد البونيات هادو عندي واحد منهم في الاسود، ولكن هذا واحد الشكل عنده غريب، ضني راسي قلت ضروري ناخذ منه واحد باش نشوف كيفاش داير فعلا في الحقيقه. راه من هنا ما يمكنش نوريكم لانه شعري بقى باين واحد شويه، غنحيدو وغنوريكم بالتفصيل. واحد الستيل زوين الصراحه، كيعجبوني في الصراحه بحال هادو، بحال هكا كيكون العنق ديالك بحال هكذا مغطي، زوين الصراحه بحال هكا. غير هما في الصيف كيكونوا كيخنقوا. فغندير اول حاجه اللي هي الماسك، فيه فيتامين او. لكن اول حاجه قبل ما ندير الماسك راجع ماشي غنمسح وجهي ضروري، ما قبل ما نديرو شي ماسك، قبل ما نديرو اي ماسك ضروري تنظفوا وجهكم باش ما يبقاوش هذوك الترسبات اللي في المسام الداخل
باش الماسك ولا هذا اللي درتو على الوجه ديالكم يقضي، تشوفوا زعما المفعول ديالو، والا راه بحال كتكبي الماء في الرمله. ضروري تنظفوا الوجه ديالكم. الله الا عرفتي جاوا في وقتهم، جاوا في وقتهم محتاجه ويجي لي يقول لي ها العار ها العار غير ديني واحد شويه ما تصوبينيش والله صومت وجهي. هذا عرفتو علاش كيصلاح؟ قولي حتى درتيها صار عاد تقول لنا علاش كيصلاح. هذا كيف ما كتشوفوا يصلاح للتجاعيد ديال الوجه ودوك الترهلات اللي في الوجه اللي في البشره ديال الوجه، ترهلات ولهذوك التجاعيد التجاعيد كيفاش غنقول التجاعيد كيصلاح لهم، كيخلي الوجه هكذا مجبد بحال دايرين ليفتينغ بحال هكا، لكن خاص ضروري المداومه عليه. الله هنا صافي كرم، خلي واحد شويه، خلي واحد 5 دقائق. الله عرفتي وجهي شحال ارتاح. عرفتي ما عرفتش انا ما كيعجبنيش ندير هذاك الشيلان ديال الليكرا، لانه علاش كيوليو لاصقين لك على راس. المهم انا هذا رايي الشخصي صافي، كيلصقوا على الراس بزاف وزائد كيهربوا، كتبقى كل ساعه ديري هكذا، الا ما درتيش هكذا كيبقى الشعر يبان خارج. فهذا هو اللي غسلت به وجهي ديال الشاي الاخضر، فن ريحه ريحه اتاي الريحه ديالو عرفتي مجهده، ولكن راه الفوائد ديال زيت حبه سوداء عرفتي، تدخلوا لانتيات وتشوفوا الفوائد ديالو. هذه حتى هي الصابونه. المهم سيفا ميرفي اللي ما عرفهاش راه ممكن نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. سيفا ميرفي فيها حوايج، فيها دابا يلا خرجوا هادشي كوزميتيك، هادشي علاش بغيت ناخذ من عندهم نشوف نجرب هادشي، حيت ما يلا شي حاجه جديده داروها، هما مختصين غير في الحوايج ملابس زعما، لكن ملي داروا هادشي ديال كوزميتيك قلنا نجربوا. هذا اللي بغيت نشارك معاكم نوريه لكم، شوفوا شوفوا معايا هذا اللور ديالو، شوف كيتحل من هكا، غير داكشي علاش مبغاش نوريكم اللور، الشعر كيبان من هنا، لكن شي حاجه زوينه عمليه شتو هكذا وكتحلوه من هنا باش كيدخل لراسكم مزيان بحال هكا. نعينو سيفا ميرفي راه شي حاجه اللي معروفه، اللي ما عارفهاش راه ممكن نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف تدخلوا ليها تشوفوا. ف يلا شي كوزينه، انا غنرجع الكوزينه غنقول لكم ناس نكمل معكم فيديو حتى لهنا، يمكن عيت شي شويه درني الحال واحد شويه، والله العظيم ربي لي عالم بيا وشاهد ما نقدرش نكمل معكم. فكنبغي ندير فيديوهات نتوانس معكم باش ما نرجع الايام اللي شحال هذه، لكن الله غالب يعني المعذره، عذروني عذروني عذروني. تهلاو فراسكم بزاف بزاف، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، كنبوسكم بوسه كبيره، السلام عليكم، باي باي.